عليكم صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. روعة الوتد للمستلزمات الصيدليات، عندهم عروض لمدة 10 أيام إلى تاريخ 5/6 بإذن الله تعالى 5 يونيو في الأربع فروع. عندهم فرع في حي الروضة، فرع التصوير، وأيضا في الروابي وفي لبن وفي حي الشفاء. فرع التصوير الروضة على طريق الأمير بندر بن عبد العزيز. ما عرفت الموقع، اكتب روعة الوتد بيوصلك لأقرب فرع، أو ارفع الشاشة بيوصلك لهالفرع. العروض والأسعار والأصناف في السنابات القادمة. يا جماعة، الكيو في أقل سعر في المملكة هالأيام، 500 جرام أو 1000 الضغاط. أنتم توقعوا كم السعر المتابع الكريم؟ كم السعر 500 جرام الضغاط ب86 ريال؟ أصدمك بعد، 1000 كم يا جماعة؟ 1000 جرام كيلو ب139 ريال في روعة الوتد. عندهم 4 فروع، وأيضا هالأسعار إلى تاريخ 5/6 بإذن الله 5 يونيو في جميع فروعهم. 86 139، وقارن وخذ راحتك. اللي بيوفر فلوسه وقارنوا بنفسكم بين الأسعار يا جماعة. السيتافيل 450 جرام أو 550 جرام، كم تتوقعون السعر؟ وأنا أقول قارنوا بنفسكم بين الأسعار، وحدوا السعر على الحجم، 450 أو 550 جرام، بس ب69 ريال. حنا وين؟ حنا في روعة الوتد، وعروض إلى تاريخ 5 يونيو. عندهم 4 فروع، الله يوفقنا وياكم. السيتافيل ب69 ريال، الحجم اللي تختاره من هالأحجام. ويا جماعة هالبيودرما، سواء الكريم الضغاط أو الغسول، هذا 500 ملي، سمعني السعر الله يعافيك، مش هتصدق كم؟ 69 ريال. 69 ريال، احنا نتكلم على بيودرما. والغسول 65 ريال، وبتباع برا ب130 و125. والاصلي يا جماعة، احنا نتكلم في روعة الوتد، عروض الى تاريخ 5 يونيو او حتى نفاذ الكميات. عندهم 4 فروع. هنا معجون اللسان، بكم تاخذونه وقارنوا بنفسكم بين الاسعار. في روعة الوتد بسعر 10 ريال و50 هللة الى تاريخ 5 يونيو. عندهم 4 فروع. هنا عندهم الفلامينغو، وبكم يا جماعة؟ بس ب7 ريال و50 هللة في روعة الوتد إلى تاريخ 5 يونيو بإذن الله. و4 فروع. هنا في الصيف عليه طلب كبير جدا، واقيات الشمس. عندهم هالنوع، سمعني السعر قبل وبعد الله يعافيك. أول كان ب38، عملنا سعر تاني الوقت 28، النهاردة بقى خلنا 16 ريال عشان حبيب عمنا ماجد. كم السعر؟ 16 ريال. 16 ريال يا جماعة، حنا في روعة الوتد، وهل أسعار خصصت لكم إلى تاريخ 5 يونيو. عندهم 4 فروع، 16 ريال يا بلاش. مع منتجات اليوسرين لوشن 500 ملي، هالنوع يا جماعة، سعر كم؟ وانتوا قارنوا بنفسكم بين الأسعار. عندهم بس ب58 ريال، وأيضا موجود عندهم جميع الأنواع الثانية من اليوسرين على 69 ريال في فروع روعة الوتد. عندهم 4 فروع، والأسعار هذه 10 أيام إلى تاريخ 5 يونيو. منتجات الجونسون، الشامبو 750 ملي ب12 ريال، أيضا البودرة 500 جرام كم؟ ب12 ريال. وهنا الزيت، الزيت الجونسون 500 ملي بسعر 13 ريال في روعة الوتد. 4 فروع. الجسم نكهة الكاكاو من فازلين، هذا معروف سعره وعليه طلب كبير جدا، ما يوقف أصلا السحب. عندهم ب26 ريال، أيضا عندهم هالأنواع من زيت الجسم على سعر 21 ريال في روعة الوتد إلى 5 يونيو. زيت الجسم للأطفال من جونسون، عطني الأسعار الله يعافيك. ده للأطفال وللكبار، جل جونسون للجسم كامل. الكاكاو عامله 24 ريال، والزهور السمينة ده عامله 19 ريال. من المعجون للأسنان الحساسة من كوليجيت، شوفوا السعر قدامكم 32 ريال. عندهم بكم؟ ب11 ريال و50 هللة إلى تاريخ 5 يونيو في الأربع فروع لروعة الوتد. يا جماعة، كم السعر للمعجون من كوليجيت خاصة هالنوع؟ 38 ريال و95 هللة. عندهم لمدة 10 أيام إلى 5 يونيو يا جماعة ب9 ريال. أي نعم، 9 ريال حتى بدون هلل، ب9 ريال في الأربع فروع في روعة الوتد. مشكلات العرق من دوف وريكسونا البخاخ يا جماعة، سعر موحد ب9 ريال، والإكس أي نوع ب7 ريال. أرخص الأسعار على مزيلات العرق، شوفوا روكسانا هالأنواع اللي تشوفونها قدامكم، أي نوع منها على 4 ريال بس. أيضا عندكم دوف وريكسونا، ها
الأنواع على 8 ريال في روعة الوتد. آرم أند هامر الحجم الكبير اللي تشوفونه قدامكم ب10 ريال و50 هللة سعر موحد في روعة الوتد إلى 5 يونيو. أي معجون من كريست بهالأنواع اللي تشوفونها ب3 ريال بس. معجون سيجنال الكبير ب4 ريال بس. الحليب وبأسعار منافسة، عطني تفاصيل. النهاردة هنبدأ في رونالاك ورونالجرو. طبعا الحبة الواحدة 1700 جرام، الحبة الواحدة دي الحجم الكبير بتتباع بره ب164 ريال. الحجم الكبير ممتاز. انت عندنا بتاخد حبة كبيرة وحبة صغيرة ارخص ب152 ريال. الحبتين الصغيرة والكبيرة ب152 ريال. لو خدت الحبة الكبيرة الواحدة ب136 ريال، يعني بتوفر عن الصيدلية اقل حاجة 25-26 ريال. يا سلام. وهنو الحجم الوسط ب69.5 رقم 1 و2 و3. 69 ريال ونص. 69.5 رقم 1 و2 و3. حنا في روعة الوتد والاسعار هذه الى 5 يونيو، عندهم 4 فروع. عندكم هنا الحليب وبأسعار جدا منافسة، عطني تفاصيل. بريميلاك الشكل الجديد لو قلنا رقم 2 موجود بنبيعه ب91 ريال، وده بيوفر لك اقل حاجه 11 ريال عن بره. ممتاز. هذا الحجم الوسط طبعا. تخيل بقى لو في عرض الحبتين ب166.5، يعني ما شاء الله موفر كتير كتير كتير. يعني الحبتين ب166 ريال ونص، الحجم الوسط ال 900 جرام رقم 2. يا سلام. رقم 3 ارخص، رقم 3 الحبتين عاملين لهم 157 ريال اللي هو الشكل ده. يا سلام. السريلاك ال 400 جرام، عطني تفاصيل. عندك العسل موجود، الرز موجود، القمح موجود، بس ب 18 ريال ونص. 18 ريال و50 هللة في روعة الوتد إلى 5 يونيو. أيضا هنا الحليب بأسعار منافسة، عطني تفاصيل. عندنا الهيومان رقم 3 و2 و1 اللي هو 900 جرام عامل له 83 ريال ونص. 83 ريال ونص. هذا الحجم الوسط. لو خدت اتنين مع بعض بيجوا مع بعض عرض، حبتين موجودين مع بعض كده ب152.5. يا سلام، شوفوا التوفير يا جماعة. هنا عندكم النوفلاك، عطني تفاصيل الأسعار. عندنا نوفلاك رقم 1 و2 مقاسه 800 جرام عامل له 69 ريال، وعندنا رقم 3 عامل له 63 ريال. يا سلام. أيضا هنا أنواع الحليب اللي عندهم، النيدو، عطني تفاصيل. النيدو عامل له رقم اللي هو 900 جرام سعره 62 ريال ونص، الكبير 1800 جرام عامل له 116 ونص. هنا الحليب وبأسعار منافسة، عطني البلميل الله يعافيك. عندنا البلميل اللي هو رقم 3 الكبير 1200 عامل له 119.5 ريال، والاثنين مع بعض 226.5، وده سعر جميل جدا جدا. الحبتين مع بعض طبعا. اللي هو رقم 3. عندنا بقى رقم 1 و2 الوسط، عندنا كل البلميل اسعاره ما شاء الله كويسة جدا عندنا، يعني مش هتخسروا حاجة ان شاء الله. ممتاز. وهتلاقوا كسبانين بإذن الله. هذه الأسعار في روعة الوتد، 4 فروع والأسعار إلى 5 يونيو. المناديل المبللة سواء بالكرتون أو بالحبة، عطني تفاصيل. عندنا الحبة الووتر وايبس ب18 ريال ونص فيها 60 منديل، عندنا الكرتون 9 حبات عليه عرض ب146.5، وبرضه السعر ده كويس جدا جدا جدا. في روعة الوتد 4 فروع الأسعار إلى 5 يونيو. أيضا صابون اليد عندهم 300 ملي هالنوع ب4 ريال. عندنا هنا النهاردة حلوى الأطفال اللي هي الفيتامينات، يعني فيتامين د ولكل الفيتامينات، وعندك فيتامين أوميجا 3 دي عليها عرض النهاردة في روعة الوتد ب42 ريال ونص. السعر كويس. الحبة ب42 ريال و50 هللة. شامبو دف جميع الأشكال ال 400 جرام بسعر 9 ريال و50 هللة. منتجات التريسمي 400 ملي على 9 ريال و50 هللة. شاور جل من دف جميع الأشكال ب12 ريال بس. وش عندنا هنا؟ عندنا سائل استحمام اللي هو الجسم الأسباني ده من شركة سيرو أجرادو على عرض 9 ريال. خد بقى الحاجة القوية بقى اللي هتلاقيها بره ب40 و45، وعندنا بس ب15 ريال. 15 ريال الديتول. الديتول سائل الجسم 500 جرام، مش هتلاقيه بالسعر ده نهائي بره غير عند روعة الوتد بس. هالأسعار إلى تاريخ 5 يونيو يا جماعة. المنتجات اللي هنا سائل استحمام جارنير، طبعا هم عاملين سائل استحمام جديد، احنا متعودين منهم على الشامبو، دلوقتي عاملين سائل استحمام ب15 ريال على عرض. مزيل المكياج قرني، عطني تفاصيل. اي حبه 400 جرام مزيل المكياج عليها 18 ريال. ايش عندنا هنا؟ عندنا غسول الوجه من البشره الدهنيه والبشره الجافه من شركه كوفيكس عليها عرض ب14 ريال، وندخل بقى على الشركه الكبيره اللي ماشيه لوحدها، يعني دي عليها عرض النهارده ب17 ريال، نيتروجينا للبشره الدهنيه جميع الاشكال. الاورال بي بقى اللي هو الترميم ده عليه عرض دلوقتي ب28 ريال، ده كان سعره عندنا احنا جمله ب47.5، النهارده بتاخده ب28 ريال الحبتين لمده 5 الى 5 يونيو ان شاء الله باذن الله في الاربع فروع بريالين. عندنا هنا ده النيو هير لوشن المتداول في السوق دلوقتي اللي هو خاص بنمو الشعر
ده عليه عرض عندنا النهارده ب 75 ريال، وهو اصلا كان سعره عرض برضو عندنا ب 99.5. الحبه ب 75 ريال و50 هلله. 75 ريال و50 هلله. هنا مش عايزين بقى ننسى يسرين بتاع القدمين بقى، يسرين اللي هو في يوريا عليه عرض النهارده ب 46 ريال. شندنا هنا عندنا عرق السوس الامريكي ب 38 ريال، وعندنا عرق السوس من شركه كوفيكس، ده منتج سعودي كويس جدا برضو عليه عرض ب 38 ريال. عندنا هنا ده الماسك اللي كلمتك عليه بقى اول ما جيت، وقلت لك ان الماسك ده يعني بيتباع اقل من التكلفه عشان خاطر الزبائن بس. اي ماسك من الشركه دي بريال بس، بريال واحد بس اي نوع، وموجود الكميه ان شاء الله باذن الله متوفره، ولو خلصت هنوفر تاني وزياده كمان في روعه الوتد الاربع فروع الى 5 يونيو. معلش اقنعت الوجه هو باقل الاسعار، اعطني تفاصيل. ده الماسك اللي قلت لحضرتك عليه اول ما دخلت عندنا النهارده، قلت لك احنا عندنا ماسك جميل جدا جدا وبيتباع بسعر اقل من التكلفه لان يستاهل متابعينك. النهارده ده بريال واحد بس، بريال واحد، بريال واحد اي نوع، ماسك جميل جدا وما فيهوش اي ضرر ومفيد جدا للوجه، في فيتامين سي وفي الرمان وفي الصبار وفي الخيار، في حاجات جميله جدا، وكل ده الحبه بريال، الحبه بريال في روعه الوتد الى 5 يونيو. واي لوشن فازلين ال 400 جرام ب 8 ريال بس. خد عندك بقى البابايا بطل. كم السعر؟ ب 5.5. 5 ريال و50 هلله. 2%. ممتاز. في روعة الوتد الى 5 يونيو. طول الفم اللي هنا. عندنا كل الاشكال مقاس 500 ب 11 ريال بس. ب 11 ريال من كل. يا سلام. غسول الوجه هالانواع اي نوع ب 6 ريال. كل الجسم اللي هنا اعطني تفاصيل. غسول الجسم من شركة ستيفز. عمليه عرض دلوقتي كله ب 15 ريال الحجم الكبير. الحبه ب 15 ريال. عطر جوفان المسك للاطفال بسعر 16 ريال بس. مجموعه المعجزه ب 49 ريال. اي كيس بامبرز جامبو كبير ب 69 ريال. 69 ريال. كيس كبير. وش عندنا هنا؟ عندنا الماكينه النسائيه اللي هي من شركه فينوس تبع جيلت، عليها سعرها بره ده طبعا ب 52 ريال، ب 51 ريال. احنا سعرها جملة عندنا كان ب 36 ريال، النهاردة عايز اصدمك واقول لك انها على عرض ب 24.5، وده نادر جدا جدا جدا، حتى نادر يكون في روعة الوتد العرض ده. ممتاز، مدتها 10 ايام. الرجالي منها عليه عرض 13 ريال. الى 5 يونيو. صنفرة كاب ب 23 ريال. كريم كولوجين للوجه 18 ريال و50 هللة. هنا البازلين داخلة حبتين يا جماعة ب 36 ريال، واللي هنا؟ وعندنا العرض ده ب 48 ريال حبتين اللونين، وعندنا الوقت الشمس ب 34 ريال. بريال و50 هلله. مجموعة الحج والعمرة 24 ريال.